اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء مره اخرى، واهلا بكل الشباب في الركن الخاص بهم، ركن الشباب في مساء الخير. النهارده من خلال هذا الركن بنتكلم عن استغلال وقت الفراغ، فهناك تنويع في استغلال وقت الفراغ عند الشباب، فبعض الشباب بيهوى ممارسه الاعمال التطوعيه، والاخر بيهوى السفر والترحال واكتساب اللغه والمهارات، وايضا التعامل مع اجهزه الكمبيوتر وغيرها من الهوايات. معانا النهارده من خلال ركن الشباب نموذجان بيجسدان نوعين مختلفين في استغلال وقت الفراغ. الاول شاب مصري بيهوى السفر والترحال، الاستاذ عمر. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك عمر سمره. اهلا بيك معانا. والنوع الاخر معانا شابه ايضا مصريه بتمارس الانشطه والاعمال التطوعيه، معانا الاستاذه ساره النجار. اهلا بيكي معانا. اهلا بيكي فندم. بداية طبعا ونبدأ بالأستاذ عمر، وعايزين نتكلم عن السفر والترحال، واحنا عارفين انك من عشاق هذه الهواية. سافرت 14 دولة في خلال سنة، وكانت 14 دولة يعني بصفة مستمرة، يعني السنة كانت متصلة. بالظبط. عايزين في البداية بطاقة تعارف على عمر. اهلا بيك. الاسم عمر سمرة، سن 25 سنة، تخرجت من جامعة امريكية قسم اقتصاد والطول 190. اهلا بيك معانا. وعايزين نتكلم بقى عن بدايه التجربه، يعني تجربه السفر وعشق السفر والترحال واكتساب المهارات من خلال هذه التجربه. عايزين نتكلم عن البدايه كانت ازاي. هي طبعا روح الاكتشاف والمغامره بتبقى يعني لازم تبقى المفروض تبقى عند كل واحد، وانا زي اي حد صغير وانا صغير كنت بحلم ان انا الف العالم والكلام من ده، والحلم ده فضل معايا لحد من حوالي 3 سنين لما بدأت خطط الرحلة دي. كنت ساعتها كنت عايش في المدة سنتين، كنت عايش خارج مصر، كنت بحوش فلوس عشان أقدر أقوم بالرحلة دي. بخطط الرحلة بتاعتي، وفعلا يعني ممكن أقول بدأت الرحلة أو ابتديت أحقق الحلم في ديسمبر عام 2002، وخدت رحلة كانت لمدة عام، ابتدت ببورما في آسيا وانتهت في جنوب أمريكا اللاتينية في البرازيل عام 2003. يعني قبل ما تبدأ نقول أثناء التخطيط لهذه المغامرة الجميلة والسفر، ويعني عايزين نتكلم بقى عن البلاد، هل كنت مرتب برضو البلاد اللي انت زرتها بالترتيب وقريت عنها، ولا يعني سبتها لوقتها؟ هي اللي حصل ان انا لما كنت بخطط للرحلة بتاعتي طبعا كنت قريت كتير وجمعت معلومات عامة عن البلاد عشان يبقى عندي فكرة ان انا هتحرك ازاي. بس حبيت برضو ان انا ادي للرحلة بتاعتي طبع الحرية، فانا يبقى عندي الامكانية ان انا اقدر اتحرك من بلد لاي بلد تانية، ان انا ممكن اتكلم مع الناس اللي في البلد دي واتعايش معاهم ويقولوا لي مثلا افكار او كلام من ده، بحيث ان يبقاش عندي حاجه محدده تقيدني، فاقدر ان انا يعني اتحرك زي ما انا عاوز. اللغه يا عمر، يعني كنت شايف ان في عائق بقى في اللغه قبل ما تسافر كل بلد، ولا كنت زي ما انت بتقول اديت طبع الحريه على كل حاجه حتى في اللغه؟ يعني هي طبعا بتفرق طبعا، ان مثلا في قاره امريكا اللاتينيه بتبقى باستثناء البرازيل مثلا اللغه بتبقى الاسباني. فقضيت في المنطقه دي حوالي مثلا 7-8 شهور، وفي الفتره دي قدرت ان انا عشان فتره كبيره قدرت ان انا اتعلم اللغه، وعلى الاخر ابتديت اتكلم زيهم، فده طبعا قربني من الشعوب دي اكتر عشان بقيت اقدر اتكلم معاهم. لكن مثلا في قاره زي اسيا، من كل ما بتحركي من بلد لبلد التقاليد بتتغير واللغه بتتغير، فطبعا بيبقى اصعب التعامل مع الناس، بس ده برده بيبقى احلى لان هو بيديني نوع من التحدي. انك مثلا عشان تطلبي مثلا كوبايه ميه لازم مثلا تعملي شعر بالظبط حاجات. احنا شايفين من المخرج الحقيقه بتعرض مجموعه من الصور اثناء جولتك، وفيها صوره كنا بنتكلم قبل اللقاء عن الصوره اللي اكتر صوره انت حسيت بيها، وهي احساسك وانت شايل علم مصر، كانت فين بالظبط؟ هي دي الصوره دي اللي هي موجوده دي، صوره التقطتها على قمه جبل في بوليفيا يرتفع عن سطح البحر 6088 متر، ودي كانت بعد 3 أيام في الجبال، انا واحد من بوليفيا بنتسلق الجبل ده، وفعلا ربنا وفقنا وقدرنا نوصل لقمه الجبل بعد 3 أيام. و على حسب الناس اللي هناك كان يعتبر اول مصري يطلع قمه الجبل ده، فطبعا ده كان شعور هايل. واحساسك وانت شايل العالم يعني؟ احساس طبعا جميل جدا. والحاجه الغريبه ان طبعا انا عشت 21 سنه او 22 سنه في مصر قبل ما اسافر بره اشتغل وقبل ما اعمل الرحله بتاعتي دي، بس الحاجه الغريبه ان الفتره يعني اكتر وقت فعلا حسيت بيه بالانتماء وان انا مصري كان الاف الكيلومترات بعيد عن بلدي، وكمان الاف الكيلومترات فوق سطح البحر، فدي حاجه لذيذه يعني. عمر، اكيد يعني في صعوبات ايضا واجهتك اثناء السفر واثناء تخطيطك يعني في البدايه لمثل هذه المغامره الجميله، اكتر المعوقات اللي واجهتك انت كشاب مصري؟
يا طبعا الـ الـ طبعا اللغه زي ما حضرتك قلتي قبل كده، طبعا اللغه دي كانت مشكله كبيره طبعا في اختياري مثلا القارات اللي عاوز اروحها. فكنت ممكن اختار مثلا قارات زي استراليا، زي اوروبا، زي امريكا الشماليه وكلام من ده. بس انا طبعا حبيت ان انا ادي للرحله بتاعتي برضو جزء، يعني انت بتقولي صعوبات، بس هي تبقى برضو كل ما فيها صعوبات اكتر كل ما بتديها روح التحدي، فكل ما بتبقى اقوى التجربه نفسها. عشان كده اخترت البلاد اللي هي الغريبه وتقاليدها غريبه جدا عننا وكده، لان كل ما تبقى اصعب التجربه كل ما هتبقى بالنسبه لي هتبقى افيد. وبالتالي لما ان شاء الله بحاول ان انا طبعا اوصل التجربه للناس اكتر وللشباب وكده، فيقدروا، فطبعا يعني ده بيبقى احسن في الاخر. يعني بعد جوله ل 14 دوله خلال سنه، النصيحه اللي بتوجهها بقى لكل الشباب اللي بيعشق مثل هذه الهوايه، هوايه السفر. طبعا النصيحه بقول ان طبعا مصر طبعا بلدنا جميله جدا وفيها مليون الف حاجه انها تتشاف وكده، وطبعا الناس لازم على حسب مقدرتها طبعا لو تقدر انها حتى تلف بلدنا، لانها فيها طبعا حاجات جميله جدا، بس برضه طبعا في حاجات ظريفه جدا وحاجات هايله في كل العالم طبعا تستحق طبعا ان احنا نشوفها وان احنا نتعلم عنها، حتى المغامره، حتى ان احنا نقرا عنها، والحاجات دي مش بتبعدنا عن بلدنا بس بتقربنا منه اكتر. شكرا ليك يا عمر. وقبل ما ننتقل الحديث لسارة، هنشوف مع بعض زميلنا المخرج أحمد فاروق تجول بكاميرا مساء الخير وركن الشباب، وخد رأي الشباب عن الأعمال التطوعية. نشوفها مع بعض وعودة مرة أخرى.